في قبه. وجودها وطلتها خلت احلامنا سعيده في رمضان. اف يو ايه القرف ده؟ الحقيقه انه ما كانش ممكن يعدي يوم من غير ما نشوف ديدي هانم. لا كررتيني في الفرنساوي اليوم اللي اتعلمت فيه فرنساوي. المشهد ده مش مكتوب صح؟ لا بجد كنت هموت من ديدي هانم، شيرين، ليلى وصدفة، بطلات أحلام سعيدة مع لميس الحديدي. شيماء الفستان عجبني صغير عن حب. أنا كمان مرة حلمت بالبعيد أم الله يرحمها. أنتي الخفاش اللي واقف على رأس أم. غدا أنتي بتغني أقول عصر. هي عندها ملك أول سر حاولي تعمل كده وكده وإحنا وراها واقعين من الضحك. سوكسي عالي ستات مصر كلها هتفرحها. وبعدين يعني إيه سحت؟ أنت جبت موضوع الفول بالسحت ده إزاي؟ هي الحاجات كلها على الله طبعا. طب واحد فول بالسحت. أول أيام العيد في كلمة أخيرة العاشرة مساءً على أون.